تعادل سلبي بين الاهلي والمقصه بدون اهداف في شوط اول ضعيف فنيا. فاصل ونرجع بعد الفاصل نشوف اراء محللنا الكبار في احداث الشوط الاول، انتظرونا. مرحبا بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن علاء، شوط اول ضعيف فنيا ولو ان النتيجه حتى الان في صالح مصر المقاصه. هي صالح مصر المقاصه بس السباق النتيجه اهم، بس بتكلم على البدايه. توقعنا كلنا احنا اربعه وانت كمان معانا ان البدايه تبقى قويه جدا قوي. وكاس مصر وعايز تخلص بسرعه وتبدا يعني تشوف مباراه، انت عايز ايه مباراه، لكن حصل العكس، بدايه ضعيفه جدا. يعني انا مش عايز اقول كده بس مضطر اقول كده، الحماس عند لعيبه المقصه اعلى من لعيبه الاهلي، مع ان المفروض يبقى العكس. يعني انت بتلعب على كاس المقصه، مهما كان هو مش يعني المقصه تجرأ كمان لا اتجرأ عليك وروحوا يعني روحوا عاليه، وبعدين كل ما الوقت بيعدي هو بيزيد معاك في المباراه نفسها. عشان كده احنا كنا دايما بنقول خلص مباراه الكاس بدري، خلص بدري، ان كان 0-0 هو بالنسبه له نتيجه كويسه قوي يعني. لكن الشوط الثاني لازم الاهلي يبدا ضغط عن كده، اللي يبدا لازم يبقى فيه نزعه هجوميه اكتر من كده بكتير. يا ايمن، احنا الشوط الاول الفرصه الوحيده اللي اتقال لها فرصه يعني اللي جت ميكسيوني يمكن اتصرف فيها، لازم كانت احسن من كده شويه، لكن فرصه وحيده في 46 دقيقه مع المقاصه اعتقد نسبه ضئيله جدا جدا. صحيح. جدا. عشان كده بقول الشوط الثاني لا، لازم لو في تغييرات يبدا يغير مستر ريكاردو من بدايه الشوط الثاني، انك انت عايز تخلص المباراه بسرعه. كان الحاجه الوحيده بس اللي كنا فيها في الاول هو ان هو عدل الملعب شويه. أيوه. جاب كريم ناحيه الشمال وهاني يمين وهاني اليمين. عشان كده بس بتمنى ان شاء الله لو في تغييرات يبقى بدري، لانك انت ما ينفعش الوقت يعدي منك ماتش الكاس ده. صحيح. كابتن اسامه، ايه اللي كان ينقص النادي الاهلي الشوط الاول؟ لا، حاجات كتير. الشوط متواضع جدا زي ما علاء قال، مفيش ضغط شديد انك انت عايز تكسب اللقاء. انت طبعا احسن من الفرقه الثانيه لان هي فرقه مع احترامي ليها متواضعه جدا فنيا. الخطوره اللي حصلت في الماتش كله زي ما علاء قال، كوره مكسوني اللي سددها، كوره كريم فؤاد لعبها عرضيه واحمد سيد غريب حطها من دماغه، وهم في المقابل واحده جون ايفري راح انفراد وحطها بس خبطت طلع الكورنر، والركنيه للراجل لعبها براسه راحت على الزاويه البعيده ما حدش كان طالع معاه. ما فيش حاجه تاني، في بطء كبير جدا، ما عندك الاجناب بتتعمل الكرات العرضيه ووحش جدا، يعني اكتر من كره عرضيه لهاني لكريم لزياد بتطلع قصيره قوي، بتطلع للمدافعين بتوع المقاصه. يعني في لعيبه كتير مش في حالتها، يعني ما مش قادر تقول ان في حد كويس، فلازم يحصل تغييرات بين الشوطين، لازم يحصل تنشيط، لازم يبقى في اصرار اكبر من بدايه الشوط، لانك انت زي ما قلنا انت بتلعب ماتش كاس. صح. الخوف ان النتيجه تفضل كده كده وواحده تيجي في الاخر زي بتاعه جون ايفري دي اللي راح انفراد تروح لطشه، ما هي كره في او يوصلك لركلات ترجيح فلازم يبقى في شراسه اكتر من كده، في لعب على الجون اكتر من كده، فانا شايف ان لازم يحصل تبديلات. يعني كابتن عادل، شوط اول النسيان من جاب النادي الاهلي سواء على مستوى الاداء او النتيجه. احنا قلنا الشوط الاولاني المفروض ان تضغط وتجيب جون علشان المقص عاوز ياخدك للوقت الاضافي، ولكن يجب ان يبقى في تدرج بسرعه، لان رحنا شفنا المقص رغم هذا ممكن راح بواحده وكان ممكن انفراد، يعني ممكن تخش جون ولكن ويتعبك اكتر. لكن اتمنى ان هو التغيير يبدا من الشوط الثاني. يعني اتمنى ان محمد محمود ينزل ديفندر ثاني جنب ديانج ويطلع مثلا محمد فخري، وبرده نفس نزول صلاح محسن ويطلع مكسيوني يعني، وممكن تعمل التغيير بتاعت سيد غريب مع حسام حسن في البدايه، الثلاث تغييرات مره واحده تقدر تنشط بيها. وافتكر لو عملتها تقدر تستوعب بسرعه المباراه وتخلصها بسرعه، لانه مفاجآت الكاس بتبقى صعبه طبعاً شويه طبعاً. وبالذات انت يمكن مش بتلعب بكل قوتك، انت فاهمني يعني، لو ممكن اتاخرت ممكن يبقى في صعوبه في الرجوع. كابتن بلال، الحلول تغيير الشكل الشوط الثاني.
بص يا كابتن، احنا عندنا مشكله بس في الفنيه في الحته اللي قدام عند مكيسوني وعند زياد طارق. انت بتلعب ب 3 4 3 الطريقه دي، انت يعني يا اما بتعتمد فيه على طرفين الملعب الباكين تمام، وفي تكتل دفاعي كبير جدا من فرقه المقصة في ال 18، وانت ما عندكش غير سيد غريب هو الوحيد اللي موجود في ال 18، فبالتالي كل الكرات العرضيه فيها صعوبه جدا ان توصل لاي واحد بس. فبالتالي انت عندك الحل البديل انك تشتغل بالاثنين اللي بيلعبوا تحت راسين الحرب، ده الحل، تشغل واحد ضد واحد ان هم يتحركوا تحركات قطريه داخل ال 18، يعتمد على المهارات بتاعته، التسديد بتاعه مش موجوده دي في النهارده في الماتش، ما بيعملهاش زياد. بشوف زياد النهارده متطرف كتير قوي على بره ال 18، بالرغم ان كريم ان محمد هاني يعني عامل شغل كويس قوي النهارده، بيكمل بشكل كبير. الناحيه الثانيه برده كريم بيكمل، لكن برده ميكي سوني ما بيخشش جوه ال 18، مفيش اي مساعدات خد بالك في الحته دي. فاحنا مشكلتنا الرئيسيه في الثلاثي الامامي، سيد غريب والاثنين اللي بيلعبوا من تحتيه زياد طارق وميكي سوني. ممكن وعندنا كمان مشكله صغيره، معلش يا كابتن، احنا النهارده بتلعب من غير بلاي ميكر، ما عندكش صانع الالعاب اللي حتى كمان يقدر يوصل او يلعب الثلاثه اللي قدام. انت ممكن تستغنى عن واحد في نص ملعب وتنزل مثلا محمود بالظبط هو اللي يقوم بدور الحته دي، وتلعب اليو ديانج ميد فيلدر وحيد، لان انت مش محتاج خد بالك. انت النهارده المقصه بتلعبك بلعيب واحد بس، لعيب جون اسمه جون ايفري تمام، هو ده اللعيب الوحيد اللي بيعتمدوا عليه ايه جاني بس بيعتمدوا عليه ان هو بيلعبوا له كرات طوليه، وهو بيحاول ان هو يعافر وبيحاول يمسك الكره ويروح يعمل حاجات كلها فرديه يعني. صحيح. انت لازم تغير من الستايل بتاع لعبك، يبقى عندك بلاي ميكر كويس، الاثنين اللي على طرفين الملعب لازم يبقوا يعني ايجابيين اكتر من كده تمام، ويبقى ما اعرفش هل سيد غريب الدنيا ماشيه معاه ازاي، هل ممكن ينتظر، هل ممكن يغير بحسام حسن؟ انا رايي يبتدي يدي لحسام حسن الشوط الثاني باذن الله. اتمنى التوفيق للنادي الاهلي الشوط الثاني، تحقيق الفوز. نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره اخرى بعد نهايه احداث المباراه، انتظرونا.